مساء الخير على متابعي كل ما هو جديد في عالم التكنولوجي. برحب بحضراتكم حلقه جديده من تكنو نايل. زي ما عودناكم في تكنو نايل احنا بنركز على كل الافكار الجديده، كل الابتكارات، والابتكارات اللي احنا او الابتكار اللي احنا هنركز عليه النهارده هو ابتكار مصري لفريق من هندسه حلوان. ابتكروا تقنيه اسمها بروكا. بروكا بتساعد من ليس له القدره على الكلام ان هو ممكن يقول تتقري افكاره عن طريق الاجهزه والالات، وهنكلمكم طبعا بالتفصيل عن هذه التقنيه. ولكن اسمحوا لنا قبل ما نبدا في اي تفاصيل هنبدا مع بعض بتقرير بيرصد ليكم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجي على مدار الاسبوع اللي فات من اعداد الزميل احمد صبيح، ونبدا الحلقه. خليكم معنا. أضافت جوجل إرشادات صوتية أكثر تفصيلاً وأنواع جديدة من الإعلانات الشفهية لاتجاهات المشي ضمن تطبيقها للخرائط جوجل مابس كجزء من يوم الرؤية العالمية، بحيث تعمل خرائط جوجل على تحسين اتجاهات المشي للأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية. وتساعد ميزة التوجيه الصوتي الجديدة الأشخاص ضعاف البصر على الوصول إلى وجهتهم عند المشي. وبحسب البيانات فإن هناك 36 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الإعاقة البصرية، بينما هناك 217 مليون شخص يعانون من ضعف البصر المعتدل إلى الشديد. وتعمل عن طريق تذكير المستخدمين باستمرار بأنهم على الطريق الصحيح، مع إعطاء تحذيرات إذا كان هناك ممر المشاة مزدحم أمامهم، وإخبارهم بمدى بعد المنعطف التالي باستخدام الملاحة الصوتية التفصيلية. اتخذ عالم شهير في حالة صحية حرجة مصاب بمرض ضمور العضلات الخطوات النهائية ليصبح أول سايبورج كامل في العالم، حيث يشير مصطلح سايبورج إلى مجموعة من البشر الذين سيمتلكون بعض الأجزاء الروبوتية. فقد تم تشخيص حالة الدكتور بيتر سكوت مورغان بمرض عصبي حركي قبل عامين، لكن بدلا من قبول مصيره قرر عدم الاستسلام ومحاولة النجاح، فقد قرر تمديد حياته ويصبح روبوتا بالكامل. وقد خضع عالم الروبوتات المشهور عالميا لسلسلة من العمليات المعقدة والمحفوفة بالمخاطر خلال رحلته، وقد شمل ذلك الحصول على صورة شخصية أفاتار تشبه وجهه بشكل ملحوظ قبل أن يفقد أي عضلة، حيث تم تصميم هذا الأفاتار للرد باستخدام لغة الجسد الذكية المصطنعة. وقد أعلن الإجراء الأخير في انتقاله إلى روبوت، حيث يقوم بتبادل صوته الآن، إذ أنه خضع لاستئصال الحنجرة، ما يعني أنه فقد صوته البدني، وقال إنه يستعد لاستكمال الإجراء الطبي النهائي لانتقاله إلى سايبورج كامل. كشفت الصين في معرض تشاينا هليكوبتر 2019 الدولي في مدينة تيانجين عن نموذج لجهاز طائر مدور يشبه الصحن الطائر، حيث إن قطر الدوار الرئيسي لهذا الجهاز الطائر المستخدم للإقلاع العمودي يبلغ 5 أمتار، كما أن الجهاز يتسع لشخصين فقط، كما يستطيع التحليق بسرعة تصل إلى 650 كيلومترا في الساعة، ويتشابه هذا الجهاز الطائر مع المروحية القتالية الحالية. بينما يتوجه نظر العالم كله إلى مشكلة تغير المناخ، تم تصميم يخت كبير فوق المحيط المتجمد الشمالي بقيمة 90 مليون جنيه استرليني، يمتزج مظهره مع مناظره الطبيعية للتجول بالركاب هناك ورفع الوعي عن تأثيرات المناخ على ذوبان الجليد في المنطقة. حيث يحتوي اليخت الذي يطلق عليه فاتا مورغانا والذي يبلغ طوله 230 قدما على منظر خارجي يحاكي بنية الجليد العملاقة، ويمكن لليخت استضافة 12 ضيفا و18 من أفراد الطاقم، والذي يشمل على مسبح في الهواء الطلق ومهبط للطائرات المروحية. وسيتم تكييف جميع المعدات على اليخت للتنقل في ظروف القطب الشمالي، كما سيوفر اليخت الدعم لأولئك الذين يتعاملون مع تغير المناخ، حيث ستنقل الأجهزة درجة حرارة الماء إلى المنظمات الدولية ذات الصلة، في حين أن تصميمها سيذكر الناس بقضية تغير المناخ وذوبان الجبال الجليدية الحقيقية وأغطية الجليد.
ابتكر مجموعة من العلماء في كلية ستانفورد للهندسة نموذجا أوليا لجل يمكن استخدامه لمنع انتشار حرائق الغابات. ويمكن استخدام الجل المصنوع من السليلوز في المناطق المعرضة لخطر حرائق الغابات، ويمكنه أن يبقى فعالا طوال موسم الحرائق ويحافظ على خصائصه خلال الفترة بكاملها على الرغم من تأثيرات الطقس. وترأس المشروع أستاذ علوم وهندسة المواد في جامعة ستانفورد إريك أبل، حيث عمل على إنشاء هذا الابتكار مع فريقه عقب مشاهدة الدمار الذي ألحقه الحريق الضخم كامب وايلد فاير بالغابات في شمال ولاية كاليفورنيا في عام 2018. وتوصل في النهاية إلى إنشاء نموذج أولي للهلام الذي يمتلك قدرة على منع تمدد الحرائق. وحقق الجل نجاحا في الاختبارات الأولية حيث منع وقوع الحرائق في المناطق المعرضة لخطر كبير. حظيت لعبة فورتنايت بشعبية كبيرة إذ يستخدمها ملايين اللاعبين في جميع أنحاء العالم ما دفعها لإطلاق بطولتها العالمية الخاصة في النهاية. لكن على الرغم من أن اللعبة تحظى بشعبية كبيرة فقد وردت أيضا تحذيرات من إدمان اللعبة. وبسبب تلك التحذيرات ظهرت دعوة جماعية يجري إعدادها في كندا، حيث تزعم أن الشركة المطورة للعبة استعانت بعلماء نفس لجعل اللعبة إدمانية. فيما تقول إحدى المحاميات إن الشركة التي ابتكرت فورتنايت أمضت سنوات عديدة في العمل مع علماء النفس ليتم إدمانها من قبل اللاعبين، لدرجة أن اللاعبين سيجدون صعوبة في التخلص منها. وقد قدم بعض الآباء إشعارا قانونيا يقول إن تأثير اللعبة يشبه كونك مدمنا للكوكايين، حيث قالوا إن ممارسة اللعبة تطلق الدوبامين الكيميائي إلى دماغ الشباب الضعفاء الذين يمكنهم الارتباط باللعبة بشكل خطير. وقد تم تقديم طلب من 38 صفحة للحصول على إذن في محكمة مونتريال ضد الشركة وفرعها الكندية. مرحبا بحضراتكم مره تاني. تعالوا نبدا بتاني فقراتنا. معانا عبر الهاتف مجد مارتيني وهي اخصائيه نفسيه. مجد، هتتكلم اكتر عن ادمان الاطفال للالعاب الالكترونيه. عايزه اقول لكم ان كل بيت مصري او كل بيت مش بس مصري ولكن في بلاد كتير الاطفال فيه عندهم مشكله جامده جدا وهو ادمانهم للالعاب الالكترونيه. ما بتكلمش بس على الالعاب ولكن ادمانهم للتلفزيون بشكل عام، ادمانهم للالكترونكس ايا كانت، سواء كان ايباد كان موبايل كان التلفزيون. وللاسف الشديد ممكن في ابهات بتفكر او امهات ان ده الطفل مواكب للاحداث، الطفل مواكب للتكنولوجي، فدي شايفينها حاجه كويسه ولكن مش باصين لسلبيات مثل هذه العاده. فهنتكلم مع مجد عن فيديوهات بتعملها على فيسبوك بتوعي الابهات والامهات من مخاطر استخدام الاطفال للالعاب الالكترونيه. مجد ايضا بتتكلم على الصحه النفسيه بشكل عام. مساء الخير عليك يا مجد. يا اهلا وسهلا، مساء الانوار. مجد، انا عارفه ان انت بتعملي فيديوز على الفيسبوك بشكل عام عن الصحه النفسيه وتركيزك اكتر على الاطفال. كلميني عن الفيديوهات اللي انت بتعمليها على الفيسبوك. صحيح، انا فتحت صفحه على الفيسبوك من تقريبا 3 سنين. الهدف العام اني اوعي اكثر بمجال الصحه النفسيه وتربيه الطفل بشكل خاص. فبعمل كثير فيديوهات ومنشورات وبحاول اتواصل اكثر مع الناس، نعرف شو هي المشاكل العصرية خلينا نقول، ونلاقي كمان حلول تكون عملية وعصرية ومناسبة لحتى نواجه هالمشاكل. طيب مجد، يعني الفيديوز اللي انت عملتيها على الفيسبوك الخاصة بالأطفال كانت فيديوز متنوعة، كلميني عن الأفكار بتاعتها ومدى استجابة الناس لما شافت الفيديوهات دي على الفيسبوك. الحمد لله الاستجابة كتير حلوة والناس دايما بتشجعني اني نكمل. بحكي عن التربية بشكل عام ودايما بمسك مشكلة معينة وبعمل فيديو، يعني بحاول لا يتجاوز 10 دقائق عليها. بحكي عن المشاكل السلوكية الانفعالية، عن التربية بالغربة، عن التعامل مع المراهق. في كتير مجالات حكينا عنها، وأهم شيء واللي اليوم يمكن حابين نتناقش فيه اللي هو الإدمان على الأجهزة الإلكترونية. على إدمان الأطفال للأجهزة الإلكترونية. صحيح صحيح، هو مع الأسف المصطلح محزن بس هو فعلا صار إدمان.
للأسف زي ما أنا كنت بقول دلوقتي في الانترو إن في أهالي كتير شايفة إن الطفل مواكب للأحداث ومواكب للتكنولوجي، فهم سايبينه بقى يبتكر أيا كان، جايبين له أيباد، جايبين له موبايل خاص بيه، ومش باصين للسلبيات اللي ممكن يتعرض ليها الطفل، سواء كانت خاصة بالبصر أو الإبصار بشكل عام وإزاي ده ممكن يضره، أو التوحد، أو إن هو ممكن يكون في حالة عزلة تامة عن كل اللي حواليه. صحيح، صار في مصطلح جديد هلأ بلشوا عم يحكوا فيه العلماء اللي هو التوحد الافتراضي. هو مش مثبت صار 100%، بس لسه الدراسات عم تبحث فيه. اللي هو بيقول انه الطفل اللي بيقعد اكثر من 4 ساعات على الشاشات ممكن تظهر عليه اعراض التوحد تماما كما هي، وفي اطفال عم يقدروا يتجاوزوا هي الاعراض بعد ايقاف التعرض للشاشات، وفي اطفال عم تستمر عندهم وكأنه انصاب بالتوحد وما عاد فينه انه يطلع من هي الاعراض. طبعا توحد هو مش شرط يكون هو مصاب بالتوحد، ولكن توحد بمعنى ان هو منعزل تماما عن اصحابه، منعزل تماما عن اهله والناس اللي هو مقيم معاهم. هو مصطلح التوحد الافتراضي لحتى يفرق بين التوحد يلي بيجي بسبب خلل جيني معين او خلل فيزيولوجي، وما بين التوحد اللي عم بتسببه الشاشات، بس هو تم استخدام مصطلح التوحد لانه فعلا عم تظهر اعراض جدا مشابهه. طيب مجا، انا عارفه ان انت مقيمه في الولايات المتحده الامريكيه في نيو جيرسي، صح؟ صحيح. طيب كلميني برضو عن يعني وانت عايشه في الولايات المتحده الامريكيه، شايفه الظاهره دي برضو هناك عامله ازاي؟ هل برضو في ادمان بشكل كبير للاطفال للالعاب الالكترونيه بشكل عام او للتلفزيون ايا كان بقى الالكترونكس اللي هم بيستخدموها؟ بصراحه يعني انا كمان من فتره كنت عايشه بالامارات. الفرق يلي شفته ما بين الفئه العمريه، خليني احكي على الفئه العمريه اللي هي بعمر اطفالي، خلينا نقول تحت ال7 سنوات. اللي شفته عند الاطفال الامريكان او عند الاطفال اللي شفتهم مثلا بالامارات، لا بيستخدموا الاجهزه الالكترونيه في الامارات اكثر من اللي شفته هون بامريكا. بتخيل هون بامريكا عندهم الادمان تبع الالعاب الالكترونيه، بس ما بعرف، بعتقد بفتره المراهقه، انا ما بقدر اقول ارقام او هيك بناء على بس انت بس تتكلمي كاكسبيرينس، الخبره بتاعتك عايشه في نيو جيرسي وكنت عايشه في الامارات. It's less here. فحاسه اكتر في البلدان العربيه، يمكن مش عايزه اقول ما فيش وعي بده، لان في اهالي مركزه جدا في ده ومركزه ان الطفل ما يقعدش على الايباد او على الموبايل او ايا كان حتى تلفزيون غير ساعه مثلا على مدار اليوم، وفي اهالي العكس تماما وللاسف الشديد بتلهي الاطفال في ده. هو استسهال يعني، حتى الطفل بنشوفه مثلا بالمولات، كنت كتير شوفه وكتير بتقهر انه طفل رضيع بيكون بالعربيه بعده لسه ما عمره سنه وفي قدامه موبايل او تابلت. الاطفال تحت عمر السنه والنصف ممنوع يتعرضوا لاي نوع من انواع الشاشات لاسباب كثير اثبتتها الدراسات، يعني غير عن ضرر الاشعه الراديولوجي اللي بيصدر عن الشاشه، الطفل بهذا العمر تركيبه دماغه ووعيه غير قادر على تفكيك هي الرموز، الصور السريعه، الالوان الشديده، الموسيقى والاصوات. هو هذا الشيء ممكن يثبت له خلل معرفي للطفل، هو غير قادر على استيعاب هذا الشيء، عدا انه الطفل بهذا العمر هو طفل حسي يتعلم من خلال اللمس، الرؤيه، استخدام حواسه. فنيته هو يضل عم يتعلم من عالم افتراضي، فهذا كمان عم بيسبب خلل، بيسبب كثير مشاكل مع الوقت، تاخر اللغوي اثبتتها الاف الدراسات، الطفل اللي بيقعد على الشاشات ما بيتطور لغته مثل ما بيفكروا الاهل، على العكس قارنوا ما بين اطفال بيشوفوا عدد شاشات مضبوطه وما بين اطفال بيشوفوا عدد شاشات كثير، ولقوا انه الطفل يلي بيلعب وبيطلع لبرا وبيحكي وبيضحك وبيمارس حياته الطبيعيه طفولته الطبيعيه، هو يلي بيحكي عدد كلمات اكثر وبيكون تطوره اللغوي مناسب لعمره اكثر. طيب يعني كأخصائية نفسية أكتر برضو يا مجد، عايزة أتكلم مع ناس من ناحية الأخطار، يعني إحنا قلنا الأخطار دي بالنسبة للأطفال لأقل من عمر سنتين، ممكن حد تاني يقول لك لا هو كبير بما فيه الكفاية فنقدر نقعده قدام الشاشات بالوقت اللي هو عايزه مثلا، مخاطر ده برضو على صحة الطفل إيه؟ أول شغلة رح أقول إنه عالم الإنترنت هو عالم مخيف جدا، حتى نحن الكبار احيانا ممكن يوقعنا، يؤذينا، يورطنا بمشاكل،
فكيف ممكن نترك طفل خلينا نقول عمره 10 15 16 متروك المجال هذا العالم المخيف مفتوح بالنسبة له بدون أي رقابة؟ فالمحتوى ممكن يشوف محتويات غير لائقة، محتويات فاسدة، ممكن كتير تعمله مشاكل، ممكن حدا ينصب عليه، ممكن يتعرض للتنمر، ممكن هو ما يكون جاهز ليتعامل مع تعليقات الناس أو شو هي الصور اللي معلش نحطها وما معلش نحطها، فبالتالي ممكن هو يصير متنمر أو ممكن هو يتعرض للتنمر، وممكن تسبب له إحباط، ممكن تسبب له اكتئاب تعليقات الناس مثلا هو ما بيعرف كيف يتعامل معها. فحتى الطفل الواعي وخلينا نقول المراهق هو بحاجة لمين يهيئه أو يعلمه ويدربه كيف يستخدم، ايمت يوقف، شو هي الحدود، شو هي الليمتس، ليش ما لازم نقعد عدد ساعات كبير، كيف فينا نستخدم وقتنا، شو هي البدائل، ما لازم يكون الموضوع مفتوح حتى للشخص البالغ يعني مش بس للطفل. طيب مجد، حاجة مهمة كمان الناس برضو لازم تعرفها، ان منظمة الصحة العالمية أدرجت إدمان الألعاب الإلكترونية ضمن التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية، ده خبر برضو مهم الناس لازم تعرفه، وعايزة أتكلم على البوينت دي بالتفصيل. صحيح، منظمة الصحة العالمية من فترة قالت انه هذا صار مرض يشخص ولازم يصير فيه له خطة علاجية. الإدمان على الألعاب الإلكترونية وخاصة العنيفة واللي هي الأكثر شهرة ضررها يعني كثير كبير، بتسبب للطفل حالة من الرغبة بتقليد هي السلوكيات، حالة من الغضب، فهو بشكل لا شعوري بيصير إنسان عنيف وبيصير بيقلد كمان لا شعوريا هي السلوكيات يلي عم بيتصرفها بالألعاب الإلكترونية، عدا أنه هي بتسبب عنده إدمان فمش قادر يوقف، فهو عم بيضيع على حياته بحياته كتير فرص، كتير أشياء اجتماعية، كتير صلات مثلا عاطفية، عم بيضيع على حاله كتير شغلات بينما هو مسمر على شاشة مش قادر إنيته يتركه من إيده، ولما بيتركه بيحس بفراغ، بيحس بغضب تماما مثل يلي بحاجة لجرعة. يعني الموضوع أبدا مش مزح، لازم كتير ننتبه. هو إدمان بمعنى الكلمة فعلا، يعني هما ممكن يصحوا من النوم هو عايز يلعب اللعبة دي، أول ما يصحى من النوم على مدار اليوم حتى لو خارج خروجه مع أصحابه هتلاقي كل واحد منهم ماسك الموبايل وبيلعب اللعبة، فللأسف الشديد هو إدمان. صحيح، حتى بتلاقي هذا الإدمان مش بس على الألعاب الإلكترونية، حتى على الشاشة، يعني الطفل الرضيع اللي بيبكي وبيصرخ وبيضرب راسه بالحيط عشان أمه تعطيه تابلت، هذا شيء كتير مؤسف، معناته هو متعلق فيه لدرجة شديدة مش قادر يضبط سلوكه، مش قادر يتحمل يقعد بدونه. لازم نوعه، لازم نوقف هاي التصرفات، أولادنا لازم يعيشوا حياة طبيعية، يطلعوا يركضوا يحكوا يلعبوا مع بعض، يلونوا يرسموا يقروا كتب، هي الأشياء كأنه الحاجات الطبيعية اللي أي طفل بيعملها زي وإحنا صغيرين. يمكن الناس كانت بتقول دايما صحيح. إحنا كنا عايشين طفولتنا بشكل أحسن بكتير، يمكن كمان لما بتكون الأوبشنز قدام الطفلة كتير فبالتالي ما هواش عارف يختار ايه ولا ايه ولا ايه، لكن لما يكون الاوبشنز محدوده فبيعرف قيمه كل حاجه قدامه. صحيح، مشان هيك نحن واجبنا ان احنا نختار له، نشرح له ليش اخترنا هذا الاختيار، نشرح له كثير مهم انه نشرح له ليش حرمناه من هذا الخيار، وبالاخر هذا الشيء بيساعده على انه هو يلتزم بالخيارات اللي نحن اخترنا له اياها. طيب اخيرا الفيديوز اللي انت بتحطيها على الفيسبوك يا مجد، هل في مثلا حابه تنوعي بعد كده، هل في افكار في دماغك تانية خاصه بعيده عن الصحه النفسيه، ولا انت مركزه اكتر عن الصحه النفسيه لدى الاطفال؟ هو هذا مجالي واختصاصي، بس بصراحه العالم بيطالبني اني لا، عشان كده بسالك للاطفال، انا عارفه طبعا مجالك الصحه النفسيه ولكن مركزه اكتر مع الاطفال. مركزة مع الأطفال يمكن لأنيتني أم، لأنيتني عايشة هاي التجربة هلأ مع أطفال الصغار، يمكن لأنه عالم الطفولة بحسه كتير مأساوي ببلداننا العربية، ونفسي أنيتني يكون إلي تأثير بأنه نحسن شوي من وضع الطفل العربي، لأنه ما حدا عاطي حقوقه أبدا، ما حدا عاطي حقوقه لا من الناحية القانونية لا من الناحية الاجتماعية، بتحس المجتمع عاطي الطفل حقه ولا من أي ناحية، والأهل لسه عايشين بدوامة إنه معلش نعنف الطفل، معلش نضربه، كلياتنا ربينا هيك، معلش نهينه ونزله، المعلمات المدارس بحسها مأساة، يعني موضوع الطفل هو
هو أساس المستقبل، عشان هيك أنا مركزة فيه أكثر. العالم بتطالبني أني أحكي شوي عن الكبار، وعندي أكيد شوية فيديوهات وبناقش بالبوستات، أنا كمان بعمل بوستات أكثر من فيديوهات، بس إن شاء الله حركز شوي أكثر مع عن الصحة النفسية مع الكبار. بس بيبقى شغفي، يمكن فكرة الفيديوز بتبقى أحسن لأنها بتوصل للناس أكثر، والناس لما بتبقى محتاجة تسمع كمان من حد فاهم بتفرق كتير أكثر ما أنا أكتب بوست برضو. هو كمان حسب الوقت، لانه الفيديو اكيد بياخذ معي كثير تحضير. انا بحب اقرا دراسات، بحب يعني اشوف اخر دراسات المجال اللي بدي احكي فيه، فالتصوير وهيك بياخذ معي وقت اكثر. عاده بستسهل البوست، بس لا ان شاء الله اكيد عندي كمان قناه على اليوتيوب مرتبه فيها كل الفيديوهات اللي عملتها، فعم نحاول ان شاء الله. مجد مارتيني من ولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، طبعا بشكرك شكرا جزيلا، بتمنى لك طبعا كل التوفيق، وبتمنى ان الفيديوز اللي انت بتعمليها توصل للناس بجد والمسجز توصل للناس، وكملي طبعا في مجال او يعني الحديث عن الأطفال، لان زي ما قلتي مشاكلهم كتير وبتوصل للناس طبعا بشكل كبير. بشكرك شكرا جزيلا، واسمحوا لي اروح لفاصل قصير جدا قبل ما ابدا فقرتي الرئيسية في هذا البرنامج، وهرجع مرة ثانية، خليكم معي. بيكم مرة تانية. تقنية بروكا زي ما قلت لكم في بداية حلقتنا النهاردة، تقنية بروكا هي مشروع تخرج لطلبة في كلية هندسة حلوان. هذه التقنية بتساعد على كل اللي هو فقد القدرة على الكلام، بتساعده على ان هو الأجهزة والآلات تقدر تقرأ أفكاره، وطبعا هيساعده كتير جدا في حياته بشكل عام. مهندس علي محسن أحد أعضاء فريق بروكا معايا النهاردة للحديث عن هذه التقنية، رحب بيك، مساء الخير عليك أولا. وأنا خفت لما قلت قراية أفكار، يعني أنا عايز أعرف الموضوع بالضبط إيه، وإيه هي تقنية بروكا؟ هي مش قراية أفكار بالضبط، يعني هو يعني الانسان لما بيجي يفكر في حاجه او بيجي يتكلم بيمر بثلاث مراحل اساسيه، يعني او ثلاثه مودز اوف سبيتش، يعني ممكن يتكلم بنفسه بثلاث حاجات مختلفه. اول حاجه ممكن هو يتخيل الكلام في مخه، وده بيسموها الكلام التخيلي او انفيجند سبيتش. وتاني حاجه ان هو يتكلم سايلنت او الكلام الصامت. وفيها يعني زي ما نكون مثلا نكون في مكان مثلا دوشه او مكان ما ينفعش اتكلم فيه، فانا ممكن اشاور لحد ببقي اقول له على حاجه هو يفهمني من غير ما اعلي صوتي او من حاجه، من غير ما يكون في صوت اصلا، مجرد حركه بالبق يعني. ثالث حاجه وهي الفوكالايز سبيتش اللي هو زي ما بتكلم عليه دلوقتي. تمام. فاول مرحله اللي هي مرحله التخيل الكلام ديت، هي مينلي اي حد ما بقول له احنا بنقرا افكار او بنعمل حاجات الافكار يقول لي انت بتجيب من المخ وبتفهم، لكن ده مش حقيقي. لا، اولا ما حدش هيرضى ان حد يقرا افكاره يعني عامه. ثانيا ان المشكله في التخيل الكلام، ان انا لما اجي اتخيل الكلمه اصلا الموضوع جاي من الكلمه، انا بتخيل الكلام. يعني انا مثلا سي انا مثلا قدامي لابتوب وانا بتخيل كلمه اون عايز افتحه، فتخيل كلمه اون دي بيجي معايا فيها احساسي بالحاجه اللي انا عايز افتحها دي. يعني مثلا انا جالي ايميل كويس فانا فرحان، فانا بقول للكمبيوتر اون وانا فرحان، دي هتختلف اختلاف تام غير لما انا بقول له اون وانا زعلان او انا متوتر او 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 وبالتالي هي مش من شخص للتاني بتختلف، لا من شخص لنفس الشخص في حالات مختلفه، حالته الجسديه او النفسيه. فكان في ابحاث كتير، يعني فكره ان انا اقرا، ان انا اخلي واحد يتفاعل مع ماشين عن طريق الافكار، فكره ما هياش جديده، ولكن الفكره التكنيك نفسه اللي بستخدمه علشان اعمله. فمعظم الابحاث اللي هي بتستخدم البرين سيجنالز عشان تعرف قراءه الافكار عن طريق التخيل الكلمه،
بتوصل للاكيرسيس فيها 35-65%. فالدقه بسيطه، بدقه يعني بسيطه، مع ان في ناس وصلت لحاجات عاليه، بس ما بيستخدموا حاجات عاليه، بيستخدموا حاجه اسمها انفيسيف ميثود، يعني بيحطوا الالكتروز نفسها تحت السكال اثناء العمليات الجراحيه وكده، وصلوا فيها ل 80%. لكن احنا بنستخدم دلوقتي حاجه ما بين الانفيجن سبيتش، تخيل الكلام، وما بين السايلنت سبيتش اللي هو كلام الصمت، حاجه ما بينهم هما الاثنين. احنا بعد ما بنتخيل الكلمه برضو لسه في لخبطه بين حته تخيل الكلام والكلام الصامت. أوكي. كلام صامت ان انا بفكر كده مع نفسي ومش بعلي صوتي، لا كلام صامت، كلام صامت انت يعني تخيلي انت تكلميني قولي لي اي كلمه من غير ما تطلعي صوت، فانت هتفتحي بقك وهتحركي بقك وكل حاجه بس مش هتطلعي صوت، ده اسمه كلام صامت. اوكي، بتكلم بس صوتي مش عالي. صوتك مش عالي؟ لا مفيش صوت اصلا، مفيش صوت اصلا، مفيش صوت اصلا. لكن احنا بنستخدم، احنا ما بنستخدمش الكلام الصامت، احنا بنستخدم حاجه ما بين الكلام الصامت وما بين تخيل الكلام. كلام انا الصامت اقدر اقرا الشفايف اكتر، بالزبط. يعني لو حد قاعد قدامي هيقدر يقرا شفايفي. صحيح، وده برضو فيها برايفسي، فاريشن للبرايفسي. احنا بنعمل ايه بقى بعد ما انا بتخيل الكلمه؟ انا خلاص قررت ان انا هتكلم، فالاشارات بتطلع من المخ للعضلات عشان تتحرك. طب هل العضلات لازم تتحرك؟ لا مش لازم تتحرك، ممكن يكون فيها تنشن، يكون فيها باترنز معينه من السيجنالز، سيجنالز ضعيفه جدا. انت ما حركتيش بقى زي ما تقراي حاجه او كده، او حتى بتكلمي نفسك كده اللي هو في حاجه بتفكري فيها قوي، فهتلاقي نفسك بتحركي لسانك شويه، شفايفك قربت تتحرك، واحد بيقول لك انت شكلك بتكلمي نفسك لكن مش فاهم انت بتعملي ايه. فدي بقى اسمها السب فوكال سبيتش. فسب فوكال سبيتش هي اشارات بقى، احنا خلاص بقى خلصنا بقى من حته ان انا فرحان او سعيد او كده او كده، اللي هي بالكلمه نفسها، الباترن نفسها، ومن الباترن نفسها اقدر اعرف انت بتقولي ايه. طبعا احنا وصلنا فيها بروف اوف كونسبت، الاكيرسيز فيها وصلنا لحد 99% على كلمتين مختلفتين، الدقه 99% بالظبط على كلمتين مختلفتين، 96% على 4 كلمات، و 92% على 9 كلمات مختلفه. انت بتقولي فايوليشن البرايفسي، يعني اختراق للخصوصيه، فمش ده برضو هيبقى فيه نوع من اختراق الخصوصيه؟ لا، يعني انت لما بتيجي انت قررتي تقولي الحاجه، يعني انت لما بتكلمي اي فيرتشوال اسيستنت زي سيري او كورتانا او او او, أو. انت خلاص انت بتقولي لها كلمه، انت عارفه ان انت عايزه تقولي لها الكلمه دي، يعني في حته القرار، انا خدت القرار ان انا هقول طبعاً. فدي حاجه بيبقى فيه استشعار ان انا خدت القرار ان انا هقول. طبعا ده غير لما انا اقول لك انا هقرا افكارك، انت طبعا هترفضي اكيد، انا اقول لك انا هحط ده هقرا افكارك، يعني دي مش هتبقى بتساعد اللي ما عندوش القدره على الكلام، ولا زي ما انت قلت هتبقى اختراق اكتر للخصوصيه نفسها. بالظبط بالظبط، والاكيرسيز فيها قليله، فمش براكتيكال خالص ان انا، وكمان فكره ان انا بحط الهيدسيت على دماغه بيبقى فيها مثلا 32 مثلا سنسور او حاجه، لا احنا بنستخدم 3 سنسورز اونلي. طيب قول لي قبل ما يعني هكمل معاك، معانا دكتور علاء حمدي المشرف على فريق بروكا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. دكتور لسه بتكلم مع علي دلوقتي على الفكره نفسها وعلى ازاي ده ما فيهوش اي اختراق برضو للخصوصيه، وايجابياته هتكون اكتر بكتير، عايزه حضرتك برضو توضح لي ده من خلال طبعا معرفه حضرتك بهذا المشروع. تمام، هو اولا طبعا فكره يعني حقيقه اكثر من ممتازه، ازاي نستفيد بالاي ام جي في ان احنا نقدر يعني نقرا الاشارات اللي خارجه من الماسلز العضلات الفم، يعني في ان احنا نقدر نعرف ايه الكلمه من غير ما اصلا ما لسه بق الواحد ما يتحركش اصلا، يعني حضرتك هو ده الايه الفكره كلها ايه في المحور ده يعني. فطبعا الحقيقه من ناحيه كمان الابلكيشنز طبعا بتاعت البروجكت دوت والتطبيقات الكتيره الموجوده الحقيقه يعني مجالها واعد للغايه، يعني انا اعتقد هتعمل نقله تكنولوجيه كبيره يعني ان شاء الله، كان فيها شغل كمان من ناحيه الابحاث ومن ناحيه الابحاث العلميه اقصد، ومن الناحيه العمليه كمان هتبقى فيها شغل كبير في الفتره اللي جايه، يعني في حاجات لسه حتى لم تطرح من قبل، وفي افكار كتيره موجوده في السكه ديت الحقيقه. لا بصراحة هو يعني مشروع واعد جدا، ومشروع جداً فكرته حقيقة. كمان بتدي أمل لكل حد فاقد القدرة على الكلام، وفاقد يعني ان هو عايز يوصل رسالة اللي قدامه ما هوش عارف، ده حقيقة. فبدل ما يعمل ده كتابة طبعا بصراحة المشروع ده أكيد هيساعده كتير. بالظبط كده، بالظبط يا فندم. طيب عايزك برضو أتكلم على الدعم اللي يعني قمتم به لهذا أو لهذه التقنية، وهو تقنية بروكا، الدعم اللي قدمتوه من جامعة حلوان. تمام، والحقيقة يعني يعني بالنسبه لصوص الدعم يعني، فهو طبعا في حاجات في محاولات كتيره يعني كان تمت بخصوص الدعم وكده، وكان برضو اللي قايم عليها
زميلنا الفاضل الدكتور احمد صلاح كده كان بي كان بيشرف على القصه ديت. فالحقيقه يعني الحقيقه وما زلنا والله بنحاول طبعا في نخلي البروجكت دوت يوصل للعالمين. طبعا فكره الحقيقه واعده جدا، والحقيقه وكمان فريق العمل من الحاجات الاساسيه اللي ساعدت على نجاح المشروع التخرج ده. ان اعتقد لو كان في فريق اخر وشاف كم المشاكل اللي الشباب دول شافوه، ما اعتقدش ان هم كانوا هيقدروا يواجهوا المشاكل دي، وكان ممكن ما يكملوش اصلا. فالحقيقه انا بهنيهم وبحييهم على صمودهم ضد التحديات اللي شافوها وحققوا نجاحات انا سعيد بيهم الحقيقه. بصراحه انا كنت لسه هتكلم مع علي على فكره المشروع اذا كانت مكلفه ولا لا، عشان طبعا عايزه اتكلم على الدعم المادي اكتر، وايه لان اي مشروع في بدايته بيقابل دايما مشكله الدعم المادي. ولكن بعيدا عن حته الدعم المادي دلوقتي برضو يا دكتور، عايزه اعرف كواليس المشروع، كواليس تحضير مشروع تخرج زي ده، مشروع دخل مسابقه صنع في مصر وخد المركز الثاني، عايزه اعرف ده برضو من حضرتك. تمام. هو الحقيقه الموضوع كان بيبتدي الاول بعمل كده بحث شامل على كل ما تم نشره من ابحاث سابقه في مجال قريب من المجال اللي هم اشتغلوا فيه الحقيقه. وده اول خطوه تمت قبل ما نبتدي في الشغل اصلا وبعد كده يليها تحضير اللي هي البيانات اللي هنشتغل عليها. تعرف حضرتك ممكن مثلا احنا كنا عشان نجيب الاشارات الكهربيه المستخلصه دي لابد من شراء حساسات معينه. طب احنا ممكن نشتري الحساسات دي في الاخر ما نقدرش نشغلها او يحصل اي صعوبات تقنيه، في ريسك برضو. فكان لازم الاول نشتغل على داتا مثلا تكون موجوده بالفعل في على الانترنت وكده. فكان برضو دي مرحله تمت وخدت وقتها لحد ما يتم شراء الحساسات دي. بعد ما تم شراء الحساسات كان لازم طبعا يتم عمل اخذ للعينات على ارض الواقع. كل اللي عملوه قبل كده دي بيانات خدوها بالفعل من ناس اخرين من انترنت، لكن دلوقتي معاهم هم الحساس ده بين ايديهم، ودلوقتي بقى بيعملوا على ارض الواقع بقى، يدخلوا بقى ايه كلمات اللي هم مثلا عايز يتحكم في شيء اون واوف، يعمل بقى الحاجات ديت، يسجل البيانات دي. بعد ما تم تسجيل البيانات بتاعتهم هي الخاصه بيهم هي، بعد ما ركبوا الحساسات ديت على الفم بتاعهم وكده، كان بقى يجي بعد كده دور معالجه الاشارات، ان احنا بقى ناخد حضرتك الاشارات الخارجه من الحساسات دي ونقوم بقى ندخلها نعمل لها عمليات معالجه كده من خلال الكمبيوتر وكده عشان نقدر نفهم ما وراء هذه الاشارات. بمعنى عايزين نعرف مثلا الكلمه دي الكلمه الحاليه دي بتعني ايه، نميزها. لسه كمان علي كان بيقول لي ان وصلت الدقه في كلام ل 96% وكلمه ثانيه كانت 99%. 99% طبعا هي نسبه مش هقول عاليه وبس، هي نسبه دقيقه جدا. ده حقيقه، ده حقيقه فعلا. لا الموضوع مبشر جدا، وفي حاجات احنا لسه ما لحقناش نتكلم فيها من كتر ما الموضوع واسع. لسه حتى الموضوع ده مع باشمهندس علي كنا بنفكر الحاجات الواعده اللي جايه ممكن وان احنا الاشارات اللي جايه ديت ممكن نستفيد بيها في تمييز او معرفه الشخص، مش بس الكلام في اتجاه ممكن نخش فيه، ازاي ان انا اعرف ان الشخص ده هو الشخص المعني ده عشان اعمل بيه مثلا عمليه يفتح مثلا شيء معين، يفتح اكونت، يفتح باب، يفتح اي شيء كان، واخد بالك ازاي، بحيث انا ابقى مطمن ان الشخص ده هو اللي انا بدور عليه، مش بس تمييز الكلمات اللي احنا طلعناها، لا ده كمان تمييز الاشخاص او معرفه الاشخاص. تمام يا دكتور. من هويتهم او تاكد من ان الشخص ده هو ده فعلا ان احنا بندور عليه. فالحاجات دي كلها لسه الحقيقه فيها شغل وفيها بحث علمي كبير، وان شاء الله باذن الله امنا ربنا. لسه مشروع طويل ولكن هو مشروع بصراحه مبشر جدا جدا. بشكرك طبعا، شكرا جزيلا على الدعم اللي قدمته لهم، بشكر الجامعه طبعا على هذا الدعم، ايضا دكتور علاء حمدي المشرف على هذه التقنيه وعلى هذا المشروع. وبرجع ليك مره ثانيه علي، زي ما كنت بكلم مع الدكتور كواليس المشروع، عايز اعرف وصلتوا لاني مرحله، وهل بيقابلكم برضو مشكله الدعم المادي؟ هل الموضوع مكلف لو اتطبق والناس ابتدت تستخدمه؟ هو مش اكتر من الدعم المادي، اكتر من اللي هو
يعني مثلا بعض الحاجات التقنيات اللي احنا بتبقى محتاجينها ما بتبقاش موجوده في مصر. وبالتالي احنا بنضطر نجيبها من بره. لما نجيبها من بره مثلا يعني زي ما كان الدكتور بيقول احنا دلوقتي قررنا نعمل حاجه معينه. طيب احنا هنجيبها من اول حاجه هنجيبها منين؟ قعدنا ندور نجيبها منين لانها لا مش ينفع تجيبها من مصر، لازم تجيبها من بره. طب هنجيبها من بره، طبعا في بعض الريجوليشنز هنا بتخلينا مش عارفين ندخلها مصر، ولو دخلته ممكن تبقى التكلفه باهظه حتى لو طب سعر الحاجه طبعا بره حاجة كويس. بس يعني كانت اكبر مشكله في بالنسبه للعمل. لكن طبعا المشاكل اصلا بتاعت المشروع يعني مش عارف ابتدي منين. اول حاجه خالص بس ليه في مشاكل في المشروع؟ مشروع لان انت بتعملي حاجه مش مع، يعني مثلا لو انا هعمل عربيه فيها حاجه جديده فانا عندي ستراكشر همشي عليه، وبعد كده هبتدي في نقطه معينه اختلف. او ان انا هعمل حتى لو سفينه فضاء يعني حتى همشي لحد نقطه معينه وهختلف. لكن الفكره دي نبتدي منين بقى؟ هل الديزاين يبقى شكله عامل ازاي؟ طب انا هشوف اجيب الداتا منين؟ طب هستخدم انهي اركتكتشر؟ طب انهي كلمات؟ طب هبروف ايه بالظبط؟ طب افرض ما اشتغلش؟ فالموضوع نفسه من اوله انت مش عارفه هتروحي تمشي منين ولا تخشي له منين بالظبط، لان هو مش مفيش ستراكشر معين بمشي عليه عشان اوصل لل. بس كون ان انت يعني وصلته للمرحله دي ودخلته لسه زي ما انا بقول مسابقه صنع في مصر وخدته المركز الثاني، فانتوا يعني ما شاء الله حققتوا نجاح كبير في المشروع. Envision the future خدنا المركز الاول على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا. حلو جدا. طيب احنا معانا احد اعضاء الفريق منى طلال هشام معانا دلوقتي برضو هتكلمنا عن كواليس المشروع. منى مساء الخير عليكي. ايوه اهلا وسهلا يا فندم. يا منى. منى بحييكي طبعا على مشروع زي ده. لسه كنت بكلم مع علي ان في مشاكل كتيره جدا قابلتكم، ولكن كون انتوا تاخدوا مركز اول في مسابقه على مستوى الشرق الاوسط ومسابقه تانية برضو المركز الثاني معناه ان انتوا وصلتوا لنجاح كبير جدا. كلميني برضو عن اهميه هذا المشروع. هو عامه المشروع هو يعتبر نيو تكنولوجي، يعني حاجه جديده جدا في هيومن ماشين انترفيس مش موجوده تعتبر دلوقتي. وهو كمان اكيد علي قال يعني ان هو اكيد يعني بيساعد اي حد ديسيبل مش هيقدر ان هو يتكلم، فقد القدره على الكلام من فتره مش بعيده قوي، لسه فاكر ازاي يتكلم بس مش قادر، يعني المشروع ده هيقدم له مساعده كبيره جدا. بصراحه مشروع حلو قوي لانه ادى امل او هيدي امل لناس كتير، يعني لما يتطبق فعلا لما يكون الناس دي هتقدر تستخدم هذه التقنيه اكيد هتدي امل لناس كتيره جدا فقدت القدره أكيد على الكلام. أكيد. طب قولي لي انتوا كام واحد في المشروع؟ احنا 4. ابرز المشاكل اللي قابلتكم على مدار الفتره اللي فاتت؟ بداتوا كمان في المشروع من امتى؟ وصلتوا برضو لاني مرحله في المشروع؟ احنا بادئين في المشروع تقريبا من شهر 6 القبل اللي فات. ابتدينا اول حاجه ابتدينا نفكر في التراكات اللي احنا عايزين نشتغل فيها وايه ايه الهدف من المشروع اللي احنا عايزين نعمله بشكل عام، وعملنا ريسيرش كتير جدا على افكار جديده وحاجات نقدر ان احنا نطبقها لحد ما استقرينا على الفكره دي. خاصة لان الفكره موجوده ولكن يعني مش زيكم بالظبط، هي مش فكره مماثله ولكن في افكار برضو مماثله زيها كتير. بالظبط. واحنا طول ما احنا ماشيين في المشروع كنا بنعدل في حاجات وعشان نوصل في الاخر للفكره اللي احنا مقدمينها دي. ابتدينا بعديها فتره كبيره من الريسيرش والبحث الكبير جدا، سواء البحث الطبي ان احنا نشوف هل العضلات اللي في الوش ايه المسؤوله عن الكلام او غيره، وبحث طبعا الهندسي يعني نشوف ايه المجالات اللي هنضطر ان احنا نذاكر فيها عشان نقدر نطبق في المشروع زي ده. بس تقريبا احنا بقى لنا تقريبا 2 او اكتر ممكن في المشروع شغالين. اهم المشاكل اللي انت فاكراها وابرز المشاكل اللي قابلتكم وقدرتوا تتغلبوا عليها ولو في مشكله لسه قائمه لحد دلوقتي؟ من اكتر المشاكل اللي واجهتنا مثلا كانت الامكانيات، مثلا ما كانش يعني احنا هي تكنولوجي جديده محتاجين داتا مثلا ان احنا نشتغل عليها، الداتا ما كناش ناقينها، ما فيش حد سجل داتا زي دي نقدر نشتريها منه او نقدر ان احنا نعملها، فاضطرينا نعمل الداتا سيت بتاعتنا اخذت مننا وقت كبير ومجهود كبير طبعا عشان نقدر نشتغل بيها. ممكن كمان الكومبوننت اللي كنا شغالين بيها ما كانتش متوفره في مصر، فقعدنا ندور على شركات ثانيه في اماكن ثانيه نشتريها منهم وكده. المكونات زي ما كان علي لسه بيقول لي اضطريتوا ان انتوا تجيبوا حاجات من بره وطبعا التكلفه بتبقى كبيره جدا. طبعا. وممكن مشاكل برضو اللي ممكن الامكانيات الماديه ما كانش معانا امكانيات رهيبه تخلينا نقدر نعمل حاجات يعني مور بروفيشنال عن اللي احنا عاملينها دلوقتي يعني. توقعاتك للمشروع ده ايه او لهذه التقنيه ايه بعد كده؟ هو احنا لسه في كذا فيز محتاجين نطور فيه المشروع ان شاء الله، وان احنا يعني بادئين في التطوير ان شاء الله وناويين عليه،
باذن الله يعني بعد مده مش كبيره هتبقى ورقه في الهيدسيت تقدر الناس ان هي تستخدمها. هيبقى الموضوع جديد طبعا على ناس كتير بس هيساعد ناس كتير اكتر. يعني اعتقد كذا حد هيكون اكسايتد قوي ان هو يجرب التكنولوجي دي حتى أكيد. لو هو مش ديسيبل يعني. بشكرك منى طلال الشايم طبعا وبتمنى لك كل توفيق في هذا المشروع. طيب علي ارجع لك تاني، في ظرف قد ايه لو توفرت لكم الامكانيات وتوفر لكم الكومبوننتس او المكونات يقدر حد يستخدم هذه التقنيه؟ هو يعني ما اقدرش اقول سنه او اقول ما اقدرش اقول ميعاد معين لان هو يعني لازم نخش في ريسيرش لازم يكمل لحد اخره. احنا لو احنا عارفين هنعمل ايه او هنوصل امتى ما كانش يبقى اسمه ريسيرش، يعني احنا عارفين حاجه وبنطبقها. فلكن ولكن توصلتوا الفيز او لمرحله يعني طبعا مبشره يعني المشروع. يعني تقول لنا ان احنا اوكي انت لو كملت ان شاء الله هتوصل. يعني اتوقع لو احنا اتوقع ان احنا ممكن في خلال مثلا سنه ونص او حاجه يكون في بروتوتايب فعلي ممكن اي حد يستخدمه سواء كان ديسيبلد او نوت ديسيبلد. طيب قول لي لو بقى المسابقات كمان انتوا اشتركتوا فيها، انت قلت لي في مسابقه خدتوا فيها المركز الاول في مسابقه خدتوا فيها المركز الثاني، قول لي الكواليس برضو بتاع اشتراككم في هذه المسابقه. مسابقه صنع في مصر احنا اول ما دخلناها ان الكلمه صنع في مصر احنا كنا داخلين الاول كريسيرش، كنا في مجرد بحث. يعني ما كناش عارفين احنا يعني فكره ان احنا داخلين في حاجات كتير مبهمه كان بالنسبه لنا فمش عارفين هل احنا نقدر نوصل للبروتوتايب ولا لا. بس يعني المسابقه كانت دفعتنا ان احنا ميد ان ايجيبت فاحنا عايزين نعمل حاجه كبرودكت، فده كان زي حافز ان احنا لازم نخلص قبل ده لازم نخلص قبل ده. فكان في ايام بصراحه ما كناش بننام فيها علشان نقدر أكيد. نوصل في الاخر لبروتوتايب وهيدسيت شكلها محترم يقدر اي حد يستخدمها وتجربه عمليه فعلا وصورناها بفيديو يعني. بس انت في المسابقه انت قلت لي انا ما وصلتش لبروتوتايب لسه، ولكن انت في المسابقه لما بتقدم هل بيبقى فيه برضو انت بتقدم على اساس ايه؟ مجرد بس ريسيرش او يعني مش مجرد فكره ولكن بيبقى فيه برضو زي حاجه لو مش بروتوتايب او يعني برودكت قدامهم او حاجه قدامهم بيحكموا عليها على اساس ايه وازاي؟ احنا عاملين بروتوتايب اوريدي، احنا عاملين بروتوتايب بس بسيطه مش بسيطه، هي على قد امكانياتنا يعني. هم متفاهمين ده على قد امكانياتنا. احنا لو معانا هم حتى في المسابقه كانوا بيقولوا احنا مش متوقعين منكم ان انتوا تجيبوا لي حاجه استخدمها دلوقتي. ولكن انا اثبتت له سواء كان ثيوريتيكال او براكتيكال في الفيديو ان انا ده ينفع عمليا. ان ده ممكن يعني زي بروتوتايب تخيلي للي انت لا البروتوتايب فعلي اللي انت شاركت بيه بالمسابقه، ولكن في بروتوتايب تاني تخيلي لو توفرت لكم المكونات وتوفرت لكم ايضا الامكانيات والدعم المادي. بالظبط هي بروف اوف كونسبت. انا اقول لك ده امكانياتي بامكانياتي عملت دوت وده شغال. لو كان عندي سواء كان الوقت متوفر لي او لا هيبقى شكله عامل كده. طيب انت الغرض اصلا لما فكرتوا في الفكره مساعدة البكم او مساعدة المش قادرين يتكلموا ولا عامة مساعدة ككل؟ يعني مش شرط بس حد عنده مشكلة ولكن حد برضو عادي ممكن يستخدم. احنا لما كنا بنفكر كان في افكار كتير موجودة كان معظمها بينصب في ناحية اللي احنا لازم نكون بنساعد الديسيبلد برضو لازم يكون في عنده مساعدة. يعني حاجة حلوة ان انت تخلي واحد عنده اعاقه انه يبتدي يتواصل بشكل طبيعي سواء كان مع البشر او ما يحسش ان هو عنده اعاقه، فده كان نقطه مهمه. وثانيا تاني نقطه ان احنا كنا عايزين نعمل حاجه جديده ما اتعملتش قبل كده خالص ونتشالنج اور سيلفز. يعني بتمنى لكم كل التوفيق. مهندس علي محسن احد اعضاء فريق بروكا بتمنى لكم كل التوفيق، بتمنى ايضا لكل الاعضاء واشكرهم لي شكرا جزيلا على هذه الفكره. بشكرك شكرا جزيلا، بشكركم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من تكنو نايل، وهسيبكم مع تقرير عن اختراع سترة مزودة بأجهزة استشعار تمكنت شقيقتان التوأم هيرمون وهيرودا اللتان تعانيان من فقدان السمع تمكنوا من الإحساس بالأصوات المختلفة، تمكنوا أيضا من الرقص على أنغام الموسيقى. تعالوا نشوف مع بعض التفاصيل في هذا التقرير وأشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي من تكنو نايل. يعشق شقيقتان التوأم هيرمون وهيرودا برهيني الرقص لكنهما لا تستطيعان سماع الموسيقى بسبب معاناتهما من فقدان السمع، لذا فإن اختراع سترة مزودة بأجهزة استشعار تمكنهما من الإحساس بالأصوات المختلفة أحدث تغييرا كبيرا في حياتهما.
ويحتوي قميص الصوت الذي ابتكرته إحدى شركات الموضة في لندن يحتوي على 16 مستشعرا مثبتة في قماشه، لذا يتمكن من يرتديها على سبيل المثال من الإحساس بألحان الكمان عند الذراعين بينما يشعر بقرع الطبول عند ظهره. وقالت الشقيقتان برهيني اللتان فقدتا حاسة السمع في سن صغيرة إن ارتداءهما للسترة لعرضها منحهما تجربة جديدة تماما. وأضافت هيرمان أن الأمر يشبه تقريبا الإحساس بعمق الموسيقى، حيث تشعران كما لو أن بمقدورهما التحرك على وقع الموسيقى. وقالت فرانشيسكا روزيلا مديرة الإبداع بشركة الموضة إن السترة تسمح للصم بالشعور بالموسيقى عن طريق الإحساس، حيث تصمم الشركة ملابس على الموضة مزودة بتكنولوجيا يمكن ارتداؤها. وأضافت أن القميص مصنوع بالكامل من القماش ولا توجد داخله أي أسلاك، أي أن الشركة تستخدم أقمشة ذكية فقط ويوجد بداخلها مزيج من الإلكترونيات الدقيقة، أقمشة رقيقة ومرنة وموصلة جيدا، ولن تكون قمصان الصوت رخيصة الثمن، ومن المتوقع أن تباع بأكثر من $3,500. لكن هيرمان وهيرودا تريان أنه مبلغ يستحق أن يدفعه الصم الذين يحبون الموسيقى مثلها ومثل أختها.